عندما يتصدر الرشق بالأحذية عناوين مفاوضات هدفها تعميم السلام أو الهدنة، فهذا غالبا ما يكون مؤشرا غير مبشر. فأثناء مؤتمر صحفي لوفد الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إلى مشاورات جنيف، اندلعت مشادة بين عدد من الصحفيين والوفد اليمني، وذلك بعد توجه صحفية يمنية تدعى ذكرى العراسي إلى المنصة وقيامها برشق رئيس وفد جماعة الحوثيين حمزة الحوثي بالحذاء، صارخة: مجرمون ينشرون الموت والمرض في جنوب اليمن. المواطنين في أنا متنازلة عن مهنة الصحافة، أنا كجنوبية عدنية كل يوم أهلنا يموتوا وأنت جاي تعمل مؤتمر بصفتك مش تعمل مؤتمر. الأنباء تتضارب حول مصير المفاوضات مع الحديث عن تمديدها لمطلع الأسبوع المقبل بانتظار اللقاء المباشر بين الوفدين المتخاصمين اللذين لم يلتقيا حتى الساعة، مع أنباء عن عمل الأمم المتحدة على إعداد صيغة بيان للخروج به من المشاورات مع الأطراف اليمنية. يتألف البيان من 5 نقاط من بينها إعلان هدنة إنسانية أقله خلال شهر رمضان ووضع آلية للانسحاب وإطلاق العملية السياسية. وبالتزامن وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا لتأمين مساعدات إنسانية بقيمة 1,600,000,000 دولار لمواجهة كارثة وشيكة، على حد تعبير المتحدث باسم الأمم المتحدة يانس لاركي، الذي يقدر بأن أكثر من 21 مليون أو 80% من السكان يحتاجون الآن لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.